مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في فقره جديده من فقرات اليوم مفتوح على قناه صحه وجمال. فقره النهارده هنتكلم عن مشكله يمكن من ضمن اكتر المشاكل اللي بتواجه كتير من الناس سواء رجال او سيدات، وهي مشكله دهون البطن او تجمع الدهون في البطن. دي من اكتر الدهون اللي بتتجمع في الجسم. طيب اكتر سؤال بيتسال هنا، اعمل امتى شد بطن وامتى اعمل شفط للدهون موضعيا او لايبوسكشن؟ ايه الاجراء اللي المفروض اعمله وايه فوائد كل واحده فيهم؟ وامتى الجا لده وامتى الجا لده؟ وهل ممكن اصلا ان انا اعمل الاثنين مع بعض؟ وانواع شد البطن او شفط الدهون. عشان نتكلم عن موضوع زي ده لازم يكون معانا واحد من المتميزين في مثل هذه الجراحات، الدكتور محمد عزمي اخصائي جراحه تجميل وتنسيق القوى. مرحبا بيك دكتور محمد. اهلا بحضرتك. نورنا يا شكرا. صحه جميل. نور حضرتك. دكتوره خلود منتصر زميل مكلف جراحه تجميل، مرحب بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك ونورنا. اهلا وسهلا. دكتور محمد، خلينا نبدا من عندك. ايه هي الاول بس عمليات شد البطن وعمليات شفط الدهون؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للموضوع بتاع شد البطن وشفط الدهون، عشان دايما بنقابل في شغلنا ان المفهومين دولت مختلفين عند كتير من الناس. يمكن الكلمتين يعني اجراءين قريبين من بعض في الشكل العام، لكن في المضمون مختلف تماما. يعني مثلا شد البطن بيبقى لحالات معينه من الناس، وشفط الدهون او المسمى اللي بقى احدث دلوقتي بنسميه احنا نحت منطقه البطن، تمام، ده بيبقى برضو لناس تانية من الناس. تمام. طيب شد الدهون قصدي سوري شد البطن يعني ايه؟ يعني ان انا بستأصل جزء من الجلد المترهل في منطقه البطن الزايد. الزايد. لكن نحت البطن معناها ان انا عندي دهون متراكمه ولكن مفيش ترهل او مفيش زياده في الجلد بتاع منطقه البطن، فبالتالي انا بتخلص من الدهون دي عن طريق النحت. تمام. ومعنى كلمه نحت يعني مفهوم النحت، مفهوم النحت النحات اللي هو بيرسم معالم. تمام. فبالتالي انا بحدد المنطقه دي بحيث يبقى دايما هي منطقه الخصر اللي هي بتشمل البطن والجناب والظهر، بتبقى بالشكل الذكوري بالنسبه للذكور المميز الجميل مع عضلات السكس باكس ظاهره وشكلها كويسه وشكل رياضي جميل، وبالنسبه للسيدات برضو الخطين بتوع البطن اللي هي بتوع عضلتين اللينيا سيميليوناريس واللينيا البا. تمام. بحيث يبقى برضو شكلها جميل وشكل الانثوي الجميل بالنسبه للسيدات. كويس. دي كده الفرق ما بين عمليات شفط الدهون او عمليات نحت القوام او لايبوسكشن. شفط الدهون موضعيه، شفط الدهون مكان موضعي بتخلص من الدهون فقط. تمام. وزي ما قلنا اجراء النحت اللي انا بتخلص منها بطريقه تحافظ على توضيح معالم معينه في المنطقه دي. لكن شد البطن انا بتخلص من الجلد الزائد. الجلد الزائد ده بيحصل دايما بعد عمليات الولادات او القيصريه. ده بيحصل بعد عمليات الولادة المتكررة والصعود والنزول في الوزن كتير. تمام. بيصاحب ده ان الجلد مرونته بتبقى صعبة، فبالتالي بيحصل ده صعب حتى مع الرياضة ان هو يرجع لطبيعته يعني. فعلا بيبقى فعلا كده. كويس. دكتورة خلود، تفتكر ايه الفوائد اللي ممكن لما انا اعمل عمليات شد البطن او شفط الدهون، ايه الفوائد اللي بتعود علينا؟ هو احنا عندنا فايدتين ممكن نحصل عليهم. مبدئيا كده احنا بنخفف الحمل على الجسم، بمعنى ان احنا ده حمل موجود في المنطقه عند منطقه البطن بيأثر على فقرات القطنيه ورا، فده ازالتها بتخفف على الفقرات القطنيه، بتخفف على الجزء الاسفل من منطقه الجسم. كمان بتخفف على الشخص اثناء النوم، ده حمل موجود عليه بيأثر على القلب، بيأثر على التنفس. كمان الحاجه اللي ممكن نحصل عليها وممكن تكون بتلعب جزء كبير قوي في العامل النفسي، الشكل المتناسق، الشكل الجميل، الشكل العام بالظبط كده. لان احنا اوقات كتير قوي بنقابل ناس خلصت خلاص ولادات وبتقابلها تقول لها ايه ده انت لسه حامل، طب ليه خدت الاتيتيود ده عنها او ليه خدت الشكل المجمل ده عنها، في بطن لسه موجوده. ده بيقلل الثقه بالنفس شويه، فبيلعب شويه في الجانب الايه ده بالنسبه للسيدات بالظبط كده. برضو بالنسبه للميلز او للذكور بيدي شكل عمر اكبر شويه كمان، وبيدي كمان الام في الظهر وبيصحب مشاكل كدا بعد كده صحيه. تمام. كويس. دكتور محمد،
انا دلوقتي عندي بطن زياده. تمام. امتى احس او امتى الجا لعمليات شفط الدهون او عمليات شد البطن؟ طيب دلوقتي زي ما قلنا في المقدمه، انا شخص عندي بطن، عندي مشكله في بطني. تمام. نبدا ان انا احدد المشكله دي. اولا دلوقتي في ناس كتير بتسالني يا دكتور ممكن اعمل، انا عايز اسال عن تكلفه عمليه شد البطن وانا عايز اعمل شد بطن. فلما بتكلم معاها شويه بلاقي في الاخر ان هي اصلا ما عندهاش المشكله دي، يعني عندها مشكله ثانيه، يعني عندها شويه دهون موجودين وهي فاكره ان ده حلها. تمام. فاللي بيحدد حل المشكله دايما هو الجراح المتخصص في المجال ده. تمام. فبلجا الجراح بيقوم بالكشف الطبي على المريضه او على العميل او على العميل، احنا هو دايما مش بنحب نسميهم ايه مرضى. تمام. بنبدا نشوف احنا لو في ترهل في منطقه البطن وهو واقف او هي واقفه بطريقه مستقيمه. تمام. ببدا انا ابدا اقيم درجه الايه الترهل اللي موجوده. تمام. لو عندي ترهل بسيط ممكن مع استخدام الاجهزه الحديثه من غير جروح ابدا اعمل شد في الايه في منطقه البطن دي. تمام. طبعا في عامل معايا برضو يعني بيبقى واقف لي كده لازم ان انا اخده في بعين الاعتبار. كويس. اللي هو مرونه الجلد. لو انا عندي ترهل بسيط او ترهل متوسط، بسيط لمتوسط، ومرونه جلد وحشه، استخدام الاجهزه مش هيعوض مرونه الجلد. لان انا بستخدم الاجهزه، الاجهزه بتدخل تشتغل على الإلاستين والكولاجين وكل العوامل اللي بتخلي الجلد بتاعنا مشدود. انا لما بعمل كده الجلد بيرجع مكانه تاني، دي عشان دي الحاجات اللي بتساعد على كده. تمام. طب خلينا ناخد صوت تليفون يا دكتور محمد. مدام سلمى اهلا بيكي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه مدام سلمى، استاذنك توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون. ماشي. لو سمحتي ممكن اكلم الدكتوره؟ الدكتوره مع حضرتك، اتفضلي. اتفضلي يا فندم. ماشي. انا هو لو سمحت يا دكتوره، هو لو في مشكله في الغدد وكده هل ده ممكن يمنع الحمل او الجواز او كده؟ يعني عندي مشكله في الدوره ما بتنزلش خالص، انا بنت لسه. طيب. وكده ففي يعني في جسمي ضعيف وهرموناتي ضعيفه بس باخد علاج وكده بينزل الدوره. طب حضرتك يا فندم مش متابعه مع دكتور؟ متابعه مع دكتور غدد. ايوه هو بس انا يعني بسال حضرتك. بس احنا يفضل تتابعي مع دكتور نسا. استاذه سلمى، هو طبعا يعني انا بشكرك لاتصالك، ولكن هو مضمون الحلقه احنا بنتكلم على عمليات شد البطن وشفط الدهون موضوعيا. فالدكتوره هتحاول ترد على قدر المستطاع، لكن بتنصحك ان انت تتابعي مع دكتور متخصص في النساء والتوليد والعقم. ايوه ماشي. شكرا لاتصالك. شكرا استاذه سلمى. شكرا يا فندم. نكمل. تمام. نرجع لمرجوعنا مرة تانية. بالنسبة لمرونة الجلد هي لها عامل مهم جدا في الموضوع ده. تمام. لو عندي مرونة الجلد كويسة وترهل بسيط رايح لشوية للمتوسط ممكن استخدم الأجهزة. ايه فكرة ان انا استخدم أجهزة؟ ان انا ابعد دايما عن اجراء استخدام المشرط. اللي هو بنحاول تقلل استخدام المشرط. دايما بنحاول في الجراحة نبعد عن التدخلات الجراحية العنيفة. دايما بتحاول دايما نخلي التدخل الجراحي يكون محدود. ليه؟ هيخلي فترة النقاهة بتاعت المريض كويسة وقليلة. تمام. عودة المريض لحياته الطبيعية هتبقى أقل، متاعب العملية نفسها تمام هتبقى إيه؟ هتبقى بالنسبة له أبسط وأقل. كويس. طب يا دكتور محمد، هل ممكن إن العمليتين شد البطن وشفط الدهون هل ممكن يتعملوا مع بعض؟ شد البطن وشفط الدهون ممكن يتعملوا مع بعض. دلوقتي إحنا بنعمل الموضوع ده في نفس الجلسه. ليه؟ لان انا ما ينفعش اشد. زمان كنا بنشد الجلد، شد البطن بتاع كده ونسيب الجنب او نسيب اللي هي الاجناب زي ما هي كده مستقيمه. فبيبقى المريض في الاخر وصل للسكوير كده او عامل زي المربع. تمام. فاحنا لازم دلوقتي مع الاجراء اتخلص، يعني فعلا زي ما قلت في اول الكلام احسن منطقه الخصر كلها. تمام. تعمل الشكل الجمالي العام كده. لازم يكون بالنسبه لشكل كوكاكولا بالنسبه للسيدات لازم انا احدد منطقه الخصر كويس ومنطقه الوسط والجناب تعلى اكتر، فلازم ان انا اشفط دهون الخصر الاجناب دهون الظهر واشد الايه اشد البطن. ومع شد البطن كمان ممكن ننحت العضلات، وده بيبقى مش لكل الحالات، بيبقى برضو للحالات اللي عندها مرونه الجلد بتاعتها كويسه والحاله العامه ليها تساعدني ان انا التدخل بتاعي ما ياثرش على الدوره الدمويه بتاعت
الجلد بتاع منطقه البطن دي. ده ياخدنا لسؤال لدكتور خلود، مين الناس اللي ينفع نعمل لها عمليات شد البطن او شفط الدهون، ومين اللي ينفع نقول له لا الاجراء ده مش هيكون مناسب بالنسبه لها؟ مبدئيا كده دي حاجه بتعتمد على مرونه الجلد وعلى منطقه الدهون الموجوده في الجسم ده، وكمان على وجود ترهل في المكان ده، وجود ترهل في الجلد. يعني انا واقف باستقامه قدام المرايه بتاعتي، شايف ان في ثانيه جلديه في اسفل البطن، ده بنسميه ترهل في منطقه الايه الجلد. وجود الترهل ده يخليني ارجع اكتر لعمليات شد البطن. اما وجود بس مجرد تجمع للدهون في المكان ده، منطقة لوكالايزد كده فيها دهون، ده بيخليني اكتر الجأ الى شفط الدهون. وبرده قلنا ان احنا ممكن نعمل الاجراءين مع بعض عشان احسن الشكل العام والشكل النهائي في الاخر. كويس. طب يعني حل لو مثلا حد عنده مشاكل في الضغط الدم، حد عنده مشاكل معينة بتقولي له لا انت ما ينفعش تعملها دلوقتي؟ طبعا اهم حاجة سلامة المريض، السيفتي الاول. تمام. ازاي؟ يعني انا داخل عندي عيان سكر، عيان قلب، عيان ضغط، اول حاجه بظبط التحاليل والفحوصات الطبيه بتاعته، اشوف حالته تسمح ان هو يدخل تحت تاثير بنج، تحت تاثير عمليه، مضاعفات عمليه متوقعه تحت اي ظرف ايا كان. لازم اخلي المريض خارج من عندي بنسبه ريزلت ترضيه، ما مخليش الحاله تتدهور مني. لا انت ما ينفع لكش الاجراء ده، لا انت ينفع لك بس ظبط تحاليلك. كويس. دكتور محمد انا النهارده دخلت عملت شفط للدهون عشان البطن. تمام. ايه الاجراءات اللي انا مفترض ان انا اعملها عشان الموضوع ما يرجعش مره ثانيه؟ لان يعني في ناس بتعمل العمليات دي وبعدين بعد 5 6 شهور 7 شهور 8 شهور يرجع الموضوع زي الاول، يمكن اكتر كمان. تمام. بالنسبه ان انا ازاي اطول فتره يعني الرضا بتاعي بالنسبه للعمليه، او بخلي فتره العمليه النتائج العمليه كويسه لاطول فتره ممكنه. تمام. اول حاجه اتباع الارشادات اللي الطبيب الجراح هيقولها بالنسبه للمريض. يعني المريض جاي لي خلاص عمليه الحمد لله، خرج من المستشفى، بدا معايا فتره النقاهه. تمام. طبعا بيبقى في شويه تعليمات الجراح بيقولها للمريض. اول حاجه بيلتزم بانه بيرتدي كرسي، تمام، او مشد طبي لفتره الطبيب بيحددها، وغالبا بتبقى ما بين شهرين لثلاث شهور. تمام. بيتخللها اوقات بيريح او ما بيريحش فيهم، بقى دي حاجه ايه الطبيب بينصح بيها المريض على حسب الحاله بتاعته. دي نقطه. النقطه الثانيه شد البطن ليه تعليمات معينة، وشفط الدهون ليه تعليمات معينة. انت سؤالك عن شفط الدهون، فالخلايا عشان ما ترجعش تاني لازم ان انا احافظ على وزني. ما ينفعش ان انا بعد ما اوصل لشكل كويس اكل بشراهة تاني، ابدا عاداتي الغذائية والعادات الصحية بتاعتي في الاكل تبقى مش كويسة. تمام. لازم ان انا اخلي بالي شوية من شكل جديد، يعني شكل جديد ده يبقى موتيفيشن او حافز ليا ان انا ده الدافع بتاعي ان انا خلاص ابدا حياة كويسة، اسلوب غذائي كويس، ابعد عن الستريس، ابعد عن كل الاكلات او كل الوجبات اللي بتسبب لي سمنه وما اكثرها هذه الايام. كويس. قبل ما نكمل مع دكتور خلود هنروح لفاصل ونرجع مره ثانيه. ورجعنا لكم مره ثانيه ومكملين معاكم موضوعنا، بنتكلم عن شد البطن وشفط الدهون، امتى نلجا لده وامتى نلجا لده. دكتوره خلود، ايه النصايح اللي انت ممكن تقوليها للحاله او الشخص اللي جاي يعمل سواء عمليات شفط للدهون او شد البطن؟ هي البيشنت اول ما بيجي بنتكلم معاه، بنعرف الاول هو عايز ايه، وبعد كده نبدا نوضح له هو محتاج ايه. تمام. قد يكون اللي هو محتاجه ده او هو عايزه ده مش حاطه في 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 دماغه، بس هو ده اللي هو محتاجه في الفتره دي. تمام. النصايح بقى يكون اول حاجه بنبص لوزن الجسم، مش ما يبقاش الوزن كبير قوي ونبدا نعمل شد او شفط في المنطقه دي، مش هيبقى فيه تناسق في الجسم في الوقت ده. فالاول بننزل الوزن، بنمشي معاها نقول لها تنزلي وزنك، وبعدين نوصل لوزن معين نبدا نعمل ايه في الوقت ده، سواء شد او شفط الايه للبطن. لو كان مدخن طبعا بيوقف التدخين. بيوقف ولا بيقلله؟ بيوقف التدخين قبل العمليه لمده اسبوعين. لمده اسبوعين. تمام. وبرده الاسبرين لو بياخد اسبرين بيوقف الاسبرين اسبوعين. برده لو هي بالنسبه للفيميل
لو هتعمل شد، خلينا نعمل شد بط، يكون في خطه لوقف ما فيش حمل بقى في الفتره ديت، بعدها بسنتين على الاقل بعد العمليه، عشان ناخد الريزلت المناسب لينا ونحصل على الشكل المناسب عشان ما يرجعش المره الثانيه. بالظبط كده، احافظ على شكل العمليه اللي انا عملتها. كويس. دكتور محمد، امتى دلوقتي احنا كنا اتكلمنا عن امتى الجا لعمليات شفط دهون، امتى الجا بقى لعمليات نحت البطن او تنسيق القوام؟ تمام. بالنسبه لعمليات نحت البطن او تنسيق القوام، الهدف منها ان انا بعمل تنسيق لشكل الجسم في المنطقه دي. تمام. الاشخاص اللي ينفع لهم العمليه ديت هم الاشخاص اللي عندهم سمنه موضعيه. دايما السمنه الكليه ما بنحبسهاش قوي في العمليات اللي زي ديت، لان احنا بيحكمنا حاجه اسمها معدل كتله جسم. معدل كتله جسم ده اللي هو حسبه بنحسبها كده، الطول بالنسبه لوزن المريض، فبيطلع لنا رقم. الرقم ده لازم يكون المريض بيلعب في رينج معين، تمام، وزنه او المعدل كتله جسمه في الرينج ده، تمام، عشان لما ادخل انا اعمل عمليه واتخلص من الدهون اللي موجوده، ما اتخلصش من كميات كبيره جدا، تمام، عشان ما اثرش على تناسق سوائل الجسم اللي موجود، او بنسميه الهوميوستيزيس، او ان انا كمان اطول فتره الريكفري بتاعتي، تمام. فده من المريض اللي عنده دهون في منطقه البطن، ممكن منطقه الثدي، ممكن الجناب، الظهر، ثنياته والكواليتي بتاعت الجلد عنده كويسه، او مرونه الجلد كويسه، بفتحات صغيره جدا، فتحه نص سنتي يعني، عشان احنا برضه لحد دلوقتي لسه ما شرحناش الابراء ازاي، تمام. يبقى فتحه صغيره نص سنتي، عن طريقها نبدا نحقن سوائل في المنطقه دي. السوائل دي فيها ماده قابضه للاوعيه الدمويه، الماده دي بتبدا ان هي تقفل الاوعيه الدمويه بتاعتي، وبعد كده ببدا انا استخدم، لو استخدمت اجهزه زي الفيزر او جي بلازما او كده، ببدا ان انا ادخل اكسر الدهون ديت، وبدخل بآله ثانيه كده بتخلص من الدهون دي، انا بشفطه خارج الجسم خالص. يعني برضو ده خلافا يعني عمره بيشوفها كمان بعين، وطبعا هو بيشوفها بيشوفها في الكونتينرز بتاعتها فعلا بعينيه يعني، وده برضو معذره برضو عشان زمايلنا الدكاتره اللي بيستخدموا الحقن الموضوعيه او الحاجات اللي بنقول التسخين البارد والحاجات دي كلها، تمام، يعني في شويه تحفظات عليها. تمام. ايه بقى التحفظات دي؟ التحفظات ان هي ما بتتخلصي من يعني بيجي لي ناس كتير، دكتور انا عملت حقن بتاعت تدويب الدهون و10 جلسات ما حصلش حاجه، تمام، مفيش نتيجه. والقياس على المزوره، سوري معلش يعني، بقياس على المزوره انا ممكن اشد المزوره كده شويه واصغر الرقم يعني، تمام. فالموضوع ما بيبقاش، سوري، ما بيبقاش فير يعني، ما بيبقاش فعلا اكشوالي. احنا عندنا مفيش نتائج حقيقيه الشخص يقدر يلمسها، النتائج بتاعه العمليات دي بتبقى نتائج الشكل، حتى الميزان برضه ما بيبقاش عامل معانا، لان الدهون ما بتوزنش، تمام. يعني برضه العمليات دي بتبقى الهدف منها، دايما بنقولها هدف من العمليات دي التخلص من الدهون الزائده وليس نقصان الوزن. انت مش جاي عشان وزنك زايد، ممكن تبقى وزنك كويس. ناس كتير 130 و140 كيلو، دكتور انا عايز انزل، انا عايز اشفط دهون جسمي، مش فاهم يعني فالموضوع بيبقى فعلا ان ابليكابل يعني، او ما ينفعش ان انا اطبقه علميا، ويا اما هدخل عيان معايا في مضاعفات شفط كميات كبيره جدا من السوائل، لان انا ما بشفطش دهون بس، بشفط دهون سوائل بلازما دم، ممكن بيبقى فيه فقد دموي برضه، فالعيان ممكن يدخل معايا في مضاعفات احنا بتبقى دايما بنحب ان احنا نبقى في غنى عنها يعني. كويس. دكتور محمد، قبل ما اسالك امتى نعمل عمليه، يعني ايه النصائح اللي انت بتديها او التعليمات اللي بتديها للشخص بعد عمليات شفط الدهون او شد البطن؟ دلوقتي هل ممكن نعمل اجراء كمان؟ يعني ممكن مثلا حد عنده عايز يعمل شد الثدي او رفع الثدي، او ممكن نعمل الاجراءين دول ممكن في نفس الجراحه؟ ممكن في بعض الحالات، لو انا عندي عيان عنده بي ام اي بتاعه معدل كتله جسمه كويس ومتوسط، انا متوقع ان انا هدخل اشتغل واخد كميه صغيره من الدهون، العيان ده تحاليله جينا كونديشنز بتاعته كلها كويسه، العيان ده هيلسي، العيان ده صحيا بعد العمليه انا ضامن ان هو يبقى كويس، هيموجلوبين كويس، تحاليل كلها كويسه، ممكن ان انا اضيف اجراء مع، بشرط ان انا ما ازودش مده العمليه، لان المريض هيبقى تحت تخدير كلي، تمام، وطبعا ده هيبقى بالنسبه له له تاثير، مش عايز اقول سلبي، ولكن الريكفري بتاعته هتبقى اطول، تمام. فبالتالي انا مش عايز اوصل للايه، للنقطه دي. لكن في بعض الحالات بنعملها الاثنين، ممكن اعمل شد ذراع وشد ثدي، ممكن اعمل ان انا شد ذراع عشان عايزه ما ندخلش العمليات اكتر من مره فعلا، يعني انا لو العيان محتاج اجراءين والاجراء انا شايف ان هم مش هيبقى لهم تاثير وحش عليه، انا هنصحه بالاثنين يعملهم لو عنده المقدره لده. كويس. طيب انا النهارده عملت عمليه شد البطن او شفط الدهون الموضعيه، تمام، ايه التعليمات او الاجراءات لكل عمليه بتديها للعيان وهو ماشي؟ تمام، ماشي. نحت البطن احنا قلنا، احنا نحت البطن هنراجع سريعا كده، بنتخلص من دهون موضعيه في المنطقه دي. شد البطن احنا بنتخلص من جلد زائد. شد البطن هيبقى معايا جرح هعتني بيه. النحت مش هيبقى معايا جرح،
الاثنين مشترك ما بينهم الكرسي او المشد الطبي. المشد الطبي انا بننصح المريض ان هو يجيبه من مصدر طبي، يعني بتبقى دايما شركه طبيه هي المسؤوله عن المشد ده، مش انواع المشدات القطنيه اللي موجوده في السوق، لان انا يهمني المشد اللي هو حاجه بتفضل شاده. انا خلقت تجويف او خلقت فراغ ما بين الجلد وطبقه الدهون الخفيفه اللي انا سبتها وما بين جدار البطن عضلات البطن، فانا ما ينفعش الفراغ ده اسيبه، لازم الفراغ ده يبقى مشدود يا اما هيجمع سوائل. فده فائده الكرسي ان هي بتحافظ على الشكل او ده القالب اللي الجسم هيترسم عليه. تمام، دي اول نقطه. تاني نقطه بالنسبه لشد البطن، هيبقى فيه درانق موجوده. الدرانق ديت الدرانق دي بتبقى المهمه بتاعتها ان هي بتصرف السوائل الزياده اللي موجوده في الجسم. بتفضل قد ايه الدرانق؟ بتفضل قد ايه؟ هي رخمه شويه بس هي مش صعبه والله، بتفضل يعني الموضوع بيبقى سهل يعني. بتفضل قد ايه؟ بتفضل على حسب، يعني احنا بنسيبها متوسط يعني 5 ايام، ممكن يبقى اسبوع، بس على حسب اللي بيحكمني في النقطه ديت كميه السوائل اللي بتبقى موجود بقى. العيان بيبقى موجود في المستشفى في الفترة دي ولا ممكن يروح البيت وياخد الوقت ده في البيت؟ تمام، فترة المريض اللي احنا بنشوفها دايما خروج في نفس اليوم او الخروج تاني يوم على حسب الاجراء. لو اجراء خفيف وممكن استخدمت، يعني ممكن في ناحية البطن استخدم مخدر موضعي لو كمية صغيرة. تمام، المريض ممكن يخرج بعد العملية بساعتين ثلاثة لانه اوريدي ما تعرضش للتخدير فاوريدي هو فايق. طيب لو استخدمت بنج نصفي معرض من زوال البنج نصفي للنحت، ممكن المريض اخرجه لو انا الكميه اللي واخدها قليله والمريض انا شايف ان هو هيبقى كويس، مطمن عليه، شايف حالته مستدعي ان يخرج، مفيش مشكله، لان زي ما الدكتور قالت قبل كده احنا يهمنا السيفتي. تمام، بالنسبه لشد البطن في اغلب الحالات ان احنا بنخلي المريض ايه تاني يوم يستنى معايا لتاني يوم، اطمن عليه اليوم عشان ده، عشان اطمن عليه واطمن على الدرن ان هي كويسه وان المريض كويس، وبعد كده بيجي لي يتابعني بقى، يجي لي تالت يوم وبيجي لي بعدها تاني باسبوع، ببدا ان انا ايه اطمن على الجروح اللي موجوده عندي. تمام وكده. احنا قلنا ان الجرح بيبقى في عمليات نحت البطن بيبقى جروح نص سنتي بسيطه جدا. تمام، لكن شفط الدهون، شد البطن، شد البطن قصدي، شد البطن بيبقى جرح، جرح زي ما جرح زي اكبر من القيصريه، بكيني فعلا بيبقى جرح في منطقه البكيني، وعلى حسب نوع العمليه. تمام، طول الجرح بيختلف شويه، يعني ممكن يبقى فعلا جرح ممتد، في بعض الحالات ممكن الجرح ده يبقى جاي بالظهر كمان، بنسميه احنا البيت لايبكتومي، او دايما المريض اللي وصل اللي نزل في جسمه كميه كيلوغرامات كتيره فبيبقى عنده ترهل في الظهر والجناب والبطن. احنا تقريبا معانا مش عارف في صور جاهزه ولا لا. الصور طيب هنحاول لو قدرنا نجهز الصور هنجهز الصور، نبدا نتكلم عن قصه كل حاجه فيهم. مين يا دكتور محمد اللي لما بتعمله عمليه شد بطن او شفط للدهون بتبقى حاسس انه ممكن احتماليه رجوع ده مره ثانيه؟ المريض دايما اللي جاي يقول لي انا عايز اعمل عمليه عشان اكل براحتي. الكلمه دي بتوقفني شويه، بقول له لو انت جاي تعمل عمليه عشان تاكل براحتك يبقى العمليه مش هتنفعك. وانت جاي تعملها عشان تاكل براحتك؟ يعني هو جاي يعملها عشان يزود تاني. انا بص هو متخيل ان هو عارف انت سوري معلش زي ما بيطلبش ضمان؟ ده غير الضمان، دي قصه تانية والله. ما انا عايز بيطلب ضمان، وفي ناس بتطلب بتقول لك انا عايزه بس بشرط ان هي ما ترجعش، تقول له ما فيش حاجه اسمها كده. ضمان اولا هو ضامن ربنا في كل شيء، وما فيش عمليه من غير كومبليكيشنز، ما فيش عمليه من غير مشاكل، مضاعفات وارده ومحتمله وموجوده في كل الكتب والمراجع. تمام، لكن انا يهمني ان دايما المريض يبقى متفاهم ده الاكسبكتيشنز بتاعته او تطلعاته تبقى رياليستيك او تبقى فعلا واقعيه، ما يبقاش خيالي قوي. تمام، فقصه الضمانات دي طبعا مفيش حاجه اسمها ضمانات، اللي يقول لك ضمانات ده سوري معلش مفيش حد مفيش حاجه اسمها كده. السؤال ده دايما انا بشوف السؤال ده بيتسال كتير. ما لا ده المريض يعني ده ما ينفعلوش العمليه اصلا. يعني لو حد جه قال لك انا ايه الضمان، يعني انا عايز ضمان كده 3 سنين ان انا ابقى يعني مفيش. هو الضمان الوحيد التزامه بالتعليمات. التزامه بالتعليمات، وان هو خد خطوه، يعني معلش سوري يا برضه كلفته كلفته ماديا وكلفته وقت وريكفري وبتاع يعني 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 فعلا تعب حاجه فيكملها بقى، ما يعملش حاجه ويبوظها. ياخد النصايح ويلتزم بيها، وبالتالي الموضوع بالنسبه له وفي بعض الحالات ما تحتاجش عمليات. يعني في بعض الحالات ما عمليات انت بتقول لها خلاص مش محتاجه عمليه. والله الحاله اللي مش محتاجه عمليه او العمليه دي ما تنفعهاش. لا دي او دي العمليه ما تنفعهاش، ده من احنا قلنا بي ام اي بتاعها عالي جدا، الوزن خرافي، ده خلاص ده زي جدا ده زي جدا معنا. ده العمليه دي مش بتاعته اصلا. ده مش الكاتيجوري بتاعنا، ان ممكن يجي بالرياضه بس شويه كده اللي هو اوريدي حد رياضي وحد بتاع بس في زياده شويه حاجه بسيطه
وقته ممكن اقول له لا انت ممكن بالرياضه الامور بتاعتك تتحسن وتبقى احسن كتير. تمام. في مريض تاني بقى ما بين البنين بقى اللي هو مثلا زياده 5 كيلو 10 كيلو على الـ على الـ على الوزن المثالي بتاعه ده بقول له اعملهم وتعالى. ده لما بيجي انا ببقى فرحان. ليه؟ المريض ده فعلا عنده عزيمه وعنده اراده انه عمل ده فبالتالي هيكمل معايا فعلا صح. انما لو في البدايه كده لا هو لا خلاص مش مش هتنفع بالنظر العمليه ومش هتديها مش هتاخد نتائج خالص فعلا. كويس دكتوره خلود، يعني قبل ما نختم الحلقه بتاعتنا ايه هي النصايح اللي انت حابه توجهيها للناس بشكل عام بحيث ان هم يحافظوا على وزنهم ويحافظوا على شكل القوام بتاعهم ان هم ما يهملوهوش لحد ما يوصلوا المرحله دي؟ ولو وصلوا ايه النصايح اللي انت بتوجهها لهم؟ احنا طبعا خارجين من رمضان والعيد وكورونا وحظر فميكس كده حلو. في ثلاث حاجات نسميهم جولدن رولز. مبدئيا كده طبعا الرياضه. الجيم قافل، طب ايه الحل؟ ابسط حاجه خالص ان احنا نتمشى رايح جاي في البيت، ده بيعلي نسبه السيروتونين في الجسم، بيخلي الجسم اكتف، معدل الحرق بيزيد. تمام. الرياضة المنزلية بشكل عام يعني بالظبط كده. نص ساعة نص ساعة مشي رايح جاي كده في البيت. دي حاجة جميلة جدا، يعني أحسن من القعدة. بتضيع الاكتئاب، بتخلي المود كويس، طبعا بتحسن الموتيليتي بتاعت الأمعاء، يعني حركة الأمعاء نفسها، فبتحسن الهضم للناس اللي عندها مشاكل في الهضم كتير. طبعا شرب الماء كتير واحنا في الصيف. أقل شيء 3 لتر في اليوم. طيب أنا بنسى أشرب مية، ايه على الاقل اول ما اصحى من النوم كوبايه ميه، قبل النوم كوبايه ميه، قبل كل وجبه كوبايه. ده يعني بيحسن جدا البشره، بيحسن الجلد، مرونه الجلد نفسها، ومنع ان يبقى فيه ستريتش مارك او علامات تمدد في الجلد. بيفرق قوي معاه شرب الميه، الاكل الصحي، اكل الحاجات اللي فيها فيتامينات كتير، خضروات، فاكهه، ده بيأثر جدا في الموضوع ده. تالت حاجة بقى أقول لهم عليها طبعا الأكل. يعني أنت رايح تاكل، أقف لحظة كده الوهلة، أنا محتاجة أكل في الوقت ده؟ محتاج أكل إيه؟ هنقول محتاج أكل إيه بس. أنا محتاج أكل، يا ترى أنا محتاج أكل ولا أنا باكل عشان زهقان، ولا باكل عشان في ملل، ولا عطشان؟ عطشان عطشان، ممكن تكون عطشان في الوقت ده، واشارات المعده بتتلخبط مع في الاشارات اللي بيبعتها المخ. اوقات بتترجم الاشارات اللي بيبعتها على ان هي جوع وهو في الوقت ده عطشان. فعشان كده بنقول دايما نحافظ شرب عصاير كتير، شرب سوائل كتير، شرب ميه كتير. بالنسبه بقى للاكل ونوعيته، اول حاجه طبعا في بدايه الاكل هنبدا الاكل، ما نبداش ما ندخلش على الكربوهيدرات العاليه والحاجات اللي ممكن تزود الجسم بصوره كبيره، الفاست فودز. بنبدا الاول طبعا طبق السلطه، خضر مشكل، يكون في الوان كتير، كل ما تنوع الالوان الطبق اللي احنا بناكله بالظبط كده، كل ما اداني نسبه فيتامينات والياف كويسه جدا. بدي اشارات للمعده، بتدي اشارات للمخ بتاعي ان انا خلاص يعني في شبع جزئي في الوقت ده. تمام. ده بالنسبه لنوعيه الاكل، وقلنا ان احنا بنقلل من الفاست فودز والنشويات والكربوهيدرات بالظبط كده. احترم معدتي، يعني مش يعني ما اكلش اكلات تتعب المعده وارجع اقول انا تعبان ووزني زاد وندخل في مشاكل مش احنا في غنى عنها يعني. وطبعا ما ننساش قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. انا قلت مره لحد الحديث ده قال لي كل واحد اضرب التلت بتاعه وبقى بياكل. دكتور محمد، دكتوره خلود اشارت على نقطه مهمه جدا. بعد ما الناس بتعمل عمليات شفط البطن او شد الدهون بيبقى فيه العلامات ستريتش ماركس. تمام. وكان في ترند عليها الفتره اللي فاتت. كويس كده. ستريتش ماركس ايه الاخبار؟ بص هي حلها 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 ملهاش حل. تمام. احنا عندنا بس نوعين من الستريتش مارك، اللينيا البا ولينيا روبرا. تمام. ماشي. حسب اللون بتاعهم. في البدايه بتبقى روبرا اللي هي الحمراء، بعد كده بتقلب لالبا اللي هي البيضاء. تمام. اللي هي مكمله معانا. فاحنا دايما الستريتش مارك يعني الاستن اللي عندي في الجلد اتقطع خلاص، الكولاجين اتقطع. تمام. فده نتيجه ده مؤشر ان انا عندي الحته ديت مرونتها مش حلوه.
كويس. ودايما هنلاقيها دايما على اماكن نفاس النيات. تمام، يعني مثلا عند الركبه، عند الفخاد، عند عند الدراع، تمام، عند البطن طبعا مع مع الحمل وكده، تمام. والناس اللي دايما بتنزل وبتزيد يعني كده بقى تخين ويبدا ينزل ويتخن ويبدا ينزل التذبذب في الوزن الكتير ده فعلا بيبقى ايه، بيبقى مع مصاحب معاه العلامه دي. تمام، دي بتحسن شكلها. الكريمات والحاجات اللي موجوده بتحسن من الشكل، بتحسن شويه. يعني احنا كمان ساعات بنحقن دهون، دهون ذاتيه بنحقنها فيها، تمام، فتقلل بحيث ان انا احسن كل اللي انا كل الاجراءات الحاليه ان هي بتحسن من شكلها. تخفيها خالص؟ لا، لكن ما بتخفيش، بتفضل موجوده، ولكن ممكن يتم التحسين من شكلها. بتحسن شكلها. كويس. كلمه اخيره تحب تقولها دكتور محمد في نهايه الفكره؟ والله احب انصح كل الناس، يعني احنا دايما ما بحبش الناس تجري على العمليات. عيش حياه صحيه، عيش حياه كويسه، هتلاقي دايما احتياجك للعمليه مش اقل حاجه. تمام، كل حاجه مكلفه، العمليات مكلفه. فبالتالي ما ينفعش ان انا اسيب نفسي خالص في الاخر. في الاخر اقول يا جماعه انا عندي ده الفانوس السحري بتاعي، احط الفانوس هيطلع لي الدكتور يعمل لي كل حاجه، وشهاده ضمان. وشهاده ضمان اهم حاجه، ان مفيش شهاده ضمان. شهاده ضمان ضمان. دكتور محمد عزمي، اخصائي جراحه تكنيك وتنسيق القوام، انا بشكرك. شكرا، شكرا جزيلا. كانت حلقه ممتعه. شكرا جزيلا دكتور خالد. دكتوره خلود منتصر، زميل مكلف جراحه التجميل، انا بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور خالد. شكرا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، دي كانت الفقره الاولى من فقرات اليوم المفتوح على قناه صحه وجمال. دايما اقول انه الجسم عشان تاخد شكل كويس وشكل جميل وتحس ان انت شكلك متناسق، لازم تلتزم بنظام غذائي سليم. اي نظام غذائي انت بتلتزم بيه طول حياتك في النهايه هو بيعود عليك. ودايما كنت امثل الموضوع ده بمثال بسيط كده. انت لو عندك النهارده عربيه، وبدل ما تحط بنزين كويس قمت حطيت سولار او حطيت اي حاجه غير البنزين، اللي هيحصل ايه؟ انه العربيه بتاعتك هتمشي وهتبقى ممكن ما تمشيش اصلا، يعني ممكن ما تمشيش، ممكن يجي عليها وقت مش قادر تتحرك، ويحصل فيها اعطال، والعربيه بتاعتك هتكون ماشيه بشكل كويس. لو انت عايز جسمك يمشي بشكل كويس، احترمه، اعرف نوع الغذاء اللي انت بتديه له. على فكره في علم من ضمن احدث من ضمن العلوم اللي احنا بنغفل عنها اسمه النيوتريشن سايكولوجي، او علم النفس التغذوي، اللي هو بيهتم بفكره ان نوع الغذاء اللي انت بتاخده زي ما بيأثر على صحتك البدنيه بيؤثر على حالتك النفسيه. وبالتالي شوف الغذاء اللي انت بتاخده، لانه ممكن هو السبب في حالتك النفسيه. وطبيعي جدا انه الزياده في الوزن هي مصنفه من ضمن اكثر الامراض المسببه لكل الامراض المستعصيه، القلب والضغط والسكر والام العظام والمفاصل وما الى ذلك. شوفكم ان شاء الله باذن الله الفقره الجديده، ولحد ما اشوفكم لكم مني كل التحيه والتقدير.